إلا كنتي كتقول أنه الربح من تيك توك فهو بطل الكونت العادي، فأنت كتضيع وقتك أخي المواطن أو أخي التيك توكر. أنت كتبقى تصنع الفيديوهات وكتعذب عليهم وكتقاد في الأخر ما غاديش تستافد من شي حاجة من غير اللايفات. ولكن غادي نوريك الطريقة السهلة إلا كنتي من المغرب بدون VPN غادي تقوم بإنشاء ديال حساب تيك توك بيتا. طريقة جد سهلة ما غتحتاج فيها حتى شي VPN، فقط تبع معايا. من هنايا غادي نقومو بتسجيل بالايميل بعد ما كنكونو بدلنا الدولة كما شفنا قبل. كندخلو بشي جيميل اللي ما يكونش فيش انك صوبتي به كونت. انا غادي نختار واحد. هنا غادي ندير تاريخ الازدياد. المهم شي تاريخ الازدياد ما يكونش يكون اكثر من 18 عام، 90 91 95 حتى 2000. هنا غادي نديرو اكسبتي هادي. غادي نديرو السميه ديال الاكونت اللي غادي تبان للناس. انا غادي نختار شي اسم كيف ما كان، نختار شي واحد. فوالا انا اختار انا السميه هذا وغادي نمشي، وهو تفتح لنا الكونت سهل جدا. هنايا غادي نحاولوا والاخوان غادي نحاولوا نورميو شويه الكونت، يعني نتفرجوا هذه تقريبا واحد 5 ايام وعاد نبداو نلوحوا فيه الفيديوهات ديالنا. انا بحكم انه هذا فيديو تجريبي غادي نوريكم دابا كيف ما كتشوفوا. ها هي الخاصيه ديال البيطا ظهرات عندنا هنايا كيف ما تشوفوا، وبطريقه جيت سهله وما غاديش تضربوا فيها تماره ولا شي حاجه، ما غادير لا VPN لا بروكسي لا والو. جيت سهل 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 جدا. يكفي ان غيبقى لك غير تحقق الشروط ديال 1000 ساعه تقريبا، ما بقيتش عاقل الصراحه. المهم انا حيت هذا كونت تجريبي غادي نقوم ديريكتومون غادي نلوح شي فيديو. فوالا غادي نختار هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا، فيديو عادي سامبل كيف ما كان، ماشي ان ضروري انك تبين وجهك ولا شي حاجه. ممكن انك تبدا بلا ما تبين وجهك بلا والو، ولا تجيب فيديوهات راه كاينين طرق مشروحين كيفاش تدبر على فيديوهات مثلا من اليوتيوب او الفيسبوك وتقوم باعاده النشر ديالهم. انا هنايا غادي نختار شي موسيقى اللي طالعه شويه ترند باش تطلع لي شويه الفيديو. بحثوا على خاطركم على شي موسيقى ولا شي امداح اللي تكون كتطلع الفيديو اللي تكون طالعه ترند صراحه. فوالا هذا غادي نكادو العنوان وغادي ندبروا على الطاغ. الطاغ راه حتى هما موجودين الطرق كيفاش ندبروا عليهم يكونوا شي طاغ لي ترند باش يطلعوا لكم فيديو شويه. فوالا هذا الشكل اللي كاين. غادي نديرو بوبلي صافي. طريقه سهله ممكن العنوان غنمشي دابا. فوالا كيف ما تشوفوا هو هذا هو الفيديو. باش بقاو تلوحو تقريبا واحد فيديو في النهار الى بغيتو. وكيف ما كتشوفو هادو هما الشروط الى بغيتي تحقق الربح من هاد تيك توك بيتا. الشروط زعما راه ساهلة في هاد تيك توك هذا كيف ما كتشوفو. 10000 متابع و 100000 دقيقة خاصك تجيبها باش انه يتفعل عندك الربح. وحنا غادي نشوفو دابا واحد التجربة ونشوفو هاد الفيديو هذا واحد ساعة ان شاء الله وغادي نعاودو. فوالا كيف ما كتشوفو بعد مرور ساعة تقريبا نجي نطلع على الفيديو ديالنا غادي نلقاوه جاب واحد 549 متابعة في مدة ساعة. صراحة مزيانة خيرة وهادشي اللي كاين. ونتمنى ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم وان شاء الله تستافدو منه وكلشي لمال كلشي يحصل على واحد الدخل باش يعاون راسو. الطريقة جيت سهلة، توكلوا على الله والله يعاونكم. تبارك الله عليكم.